اكتشاف المواهب، ان ممكن المخرج يكتشف نفسه، المؤلف يكتشف نفسه اللي لسه اول مره، الممثل وهكذا. فهي فكره بسيطه، الامل منها كبير. ارجو ان انتم تستمتعوا مع تاني قراءه مسرحيه شارع المحطه، تاليف الاستاذ محمد اسماعيل الهناوي واخراج الفنان الجميل حماده شوشه، وبطوله كل الأساتذة العظام اللي موجودين معانا. أتمنى لكم سهرة ممتعة. شكرا لكم. أنا بس عايز أضيف إضافة بسيطة، إنه القراءة المسرحية الأولى لينا كفرقة شوشة المسرحية المستقلة كانت في المركز الثقافي السويسري، قدمنا مسرحية اسمها الآن وكل شيء. دي تاني قراءة بنقدمها، قبلها عملنا العرض بتاعنا اسمه ارتجال وأفكار على مسرح الهناجر للي منكم شافوا. واتباعا احنا بنحاول نتواجد في اماكن متعدده. نشكر اداره المسرح القومي ان هم استضافونا على هذه القراءه، ونتمنى انكم تنبسطوا. بس الجمهور لو حد ناس موبايله سايلنت بليز عشان ما يعملش دوشه اثناء. يدخل الدكتور مطلوب. مساء الفل يا ابو زيد.
مساء الفل يا دكتور، اخبار مجانينك ايه؟ ناقص واحد بعدك. تشعل سيجارته بالمجني عليك. معرفتي بيه زي اي حد من اهل المدينة. يعني عايزة تقولي ان الدكتور مدكور كان عامل غراميات مع كل اهل المدينة؟ انت سألتني عن معرفتي بيه مش علاقتي بيه. بس كده ما تزعليش. ايه علاقتك بالدكتور مدكور؟ العلاقة كانت من زمان. انت مالك بالعلاقة؟ انت تسألني وقت الحادثة كنت فين؟ ثم ان القاتل قاتل يعني مذكر مش قتل مؤنث. ومع ذلك العلاقة كانت متوترة. مدام لميا أنسة من فضلك. أنسة؟ طيب
آنسة لمياء، واضح إن الموضوع ده بيسبب لك بعض الضيق، لكن أرجوك تحملي لصالح العدالة. لغاية دلوقتي كل الشكوك بتدور حواليكي. أرجوكي تقولي لي كل حاجة. تشربي يا منى. متشكرة، أنا هحاول، مع إني مش عايزة أفتكر أي حاجة من العلاقة دي، بالرغم من إني كنت بحبه جدا. لا لا لا، كنت بكره في قلة ذوق وأنانيته. هي إيه الحرية؟ إيه؟ الحرية؟ الحرية هي كل وقتنا كان بيموت في حل السؤال ده. أنت عايز تعرف ليه؟ كل حاجة هناك في العيادة، كل الكلام والعلاقات هناك في قلعته، في حصن الحصين في العيادة. مشهد أربعة، عيادة الدكتور مدكور. لمياء جالسة، الدكتور مدكور يتحدث إليك. الصبح وأنا شغال وعطشان جدا، ناس أشرب. كان يوم مر جدا، خانقت 100 خناقه، مش طايق حد يكلمني، زهقت. ايام بقت صوره واحده، كرهت الدوره الجغرافيه، نفسي في يوم مختلف، معرفش يكون ازاي. شمس من غير فجر مثلا، او يوم ما فيهوش ليل، مش عارفه، او يوم مختلف وخلاص. ما نمتش من امبارح طول الليل عشان ما اصحاش الاقي الصبح، استنيت الصبح هو اللي يجيني. أنا زهقانة. ما معكيش سجاير؟ لا. ليه؟ ده أنت جاي من بره، واللي جاي من بره عنده فرصة أكبر إنه يشتري. قومي هاتي لي كوباية مية. عرفت؟ كل يوم نفس الطقوس، كل ليلة أكتب البرنامج اليومي، وكل يوم أدور في أوراقي على البرنامج وما لقاهاش، وكل يوم الصبح أدور على أجندة تليفوناتي وما لقاهاش. أيوة يا ماما، ما جيتيش ليه الجلسة اللي فاتت؟ إيه؟ عيانة؟ اوعى تكون رحتي له. ما ينفعش يا عمر، انت لازم تحددي ملامح شخصيتك وعلاقتك بيه. لازم توصلي له انك شخصيه مستقله. ايوه حتى في العاب. اسمعي، ابعتي لي 3000 سجاير وكيس بن غامق وكيلو سكر بسرعه. اتصرف اي تصرف يريحني في اي وقت يا جدي، ثم ان الهواء ده لازم اخرجه من معدتي لانها مش اوسع من فراغ الكون. حتى وانت بتعيش ارق مشاعر الحب جلد. ايه وجه قله الذوق في التصرف ده؟ ده فعل طبيعي، ولو تحبي تقهري التصرف ده فيعني لازم تقهري. مش انت بتشتكي من الامساك برضو؟ كفايه بقى، انت ما عملتش ده كده. لا ده انت ما عملتش بني ادمين خالص. انا راجل حر، عارف يعني ايه حريه؟ الحريه ضد الكبت. وتعرفي لما اقبل حريتي هبقى زي مين؟ هبقى زي مش عارف اتصرف امتى فين ليه، لان خايف اتصرف اي تصرف يضايق الاخرين، مع العلم ان الاخرين دول ما بيتضايقوش لو عملوا تصرف يضايقني. عشان كده بسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، هم احرار زي ما انا حر. وانت لازم تبقي زيي، تتخلصي من الكبت والخوف وتتحرري من الرقابه اللي فرضها على نفسك، والا هتفضلي مريضه. انا مش شايفه انا مرض ولا الذوق في عرفك مرض. هو اللي محافظ على مشاعر الاخرين ابقى بثبت حريتي، لما اتصرف بالإنسانية أبقى مريضة؟ بتجزأ الحرية؟ الحرية لا تتجزأ. أنت بتتكلمي عن الإنسانية والصح والغلط، ودلوقتي هتقلعي هدومك وتلبسي قميص نوم عريان، تمام؟ وتيجي تغريني وتصيري همجيتي وتنشف جسمي بسنانك وضوافرك وتبقي زي إنسان البدائل عريانة، وكأنك في غابة بين الشجر يابس بتدوري على لذة الطعم في خشبها الجاف. مش ده تصرف إنساني؟ مش همجي برضه زي ما بتسميه؟ لولا الهمجيه دي ما كانش بقى فيه بشر، ومع ذلك اللي بيحصل ده بيكون كبيره بعيد عن عيون الناس وباتفاق الطرفين، يعني ما فيهوش اذيه مشاعر. بس في قواعد، ده في جواز، لكن الجواز قهر، وانت مش قادره على النوع ده من القهر. عارفه ليه؟ دي طبيعه بشريه، انت عايزه الحريه في المتعه دي، بس عايزه تكون معايا تحس بنفس المتعه واللذه لكن من غير مسؤوليه. ده لانك مش محسسني بالامان معاك، وعارف انك هترفض الجواز. الجواز زي ما انت شايف قهر، الجواز في مذهبك ضد
شكلي من الاشكال الاجتماعيه عشان خاطري يبقى لازم تقبلي مني اي حاجه. احنا الايام بنموت والخير حياه جواهر ملح وغرق متناقض بتصعب عين وحسك عن الحريه مع انك بتمارس قهرك على كل الناس. انا مارست قهر على حد؟ قهرتك على شيء انت ما بتحبهوش؟ وده اسمه ايه؟ انك تستغل حبي وتخليني اعمل اي حاجه انت عايزها، ده مش قهر. انا ما ارغمتكيش، من حقك ترفض القهر ده. ازاي وانا خلي بالك انا مش هفضل كده. كده ايه؟ تحبيني؟ لا مكبوره اسيرا حبك ونزاعاتك وعمليتك. وفي الحاله دي ابقى نجحت معاكي كمعالج. لحد ما اموت، لحد ما اموت انت اسيره لفعلي ولحبي. والمشوار من المسرح لحد هنا بياخد ربع ساعة مشي، وفضلت واقف ساعة الا ربع قدام العمارة، وانت عارف ما عنديش مكان اقعد فيه، أي مكان اقعد فيه عايز فلوس، وأنا معيش حتى تمن الشاي. ما دورتش ليه على شغل إضافية جنب التمثيل؟ زي ما اتفقنا الجلسة اللي فاتت. دورت لحد ميعاد البرومة، ورجعت تعبان أوي، لفيت في كل المناطق القريبة من المسرح ما لقيتش، مفيش حتى عنده شغلانة ليا أو تناسبني، مع العلم اني ممكن اشتغل اي حاجه. ليه ما دورتش بعيد عن المسرح؟ اللي عايز يشتغل بيشتغل اي حاجه في اي مكان. لا لا يا دكتور، انا لو بعدت عن المسرح هموت، اي مكان بعيد عن المسرح هيمنعني من حضور البروفات بانتظام، ومش هقدر اجي العياده بمواعيد. نظم وقتك وظبط مواعيدك. انا معيش غير ثمن الجلسه يا دكتور، بحوشه من جهودي، كل مشوار بقضيها مشي، بمشي لاي مكان، وده بيستهلك مني وقت. مشكلتي كلها في الفلوس، نفسي يبقى معايا فلوس، انا عايز انام واكل وبعد كده اقدر اعمل اي حاجه، اي حاجه، امثل، ادور على شغل، اهاجر، حتى اكون حر. الفقر والحاجه بتكره الانسان يا دكتور. انت اللي اخترت مصيرك بمنتهى الحريه، انت اللي اخترت تبيع بيتك وعربيتك وجريت ورا مغامره انت اللي اخترتها بكامل حريتك. كده كده ده كان بمنتهى القهر اللي في الدنيا. لا بمنتهى الحب، تعرف قهر الحب؟ جربت الحب، جربت تعمل حاجة غصب عنك لأنك بتحب، تعرف يعني إيه ضيع منك كل الأمان، وفكرة تلاقيه مع حد بيحبه، أي حد يحسسك بأمان معاه، بيحسسك إنك مع أب، أم، أخ، شريك، صاحب، وإنت محتاج حد، أي حد يكون ليك إنت بس. مش مجرد حد. والجنس؟ لا لا يا دكتور، لا مش الجنس، الجنس لا، انا ما جريتش ولا متعة جنسية هزيلة عمرها ثواني. لا يا دكتور، انا حاولت اشتغل في انساني. ايه ده ايه ده، كفاية كده النهاردة، هكمل بكرة. لا يا دكتور، انا لسه عندي كلام كتير عايز اقول، لكن انا مضطر انهي الجلسة دلوقتي عشان عندي معاد تاني. اتفضل. خلاص هستنى لحد ما الجلسة تخلص وهطلع لك تاني، هستنى في اي مكان على اي رصيف، ومش هقلق يا دكتور. فكري انا لازم انزل دلوقتي، عندي مشوار مهم. طيب حدد لي وقت تاني وانا هرجع فيه. فكري تعال الساعه 4.
بس انا مش هدفع ثمن الجلسه دلوقتي. لما ارجع وارتاح هدفع ثمن الجلسه. مش مهم، المهم انا عايز انزل دلوقتي حالا. اتفضل. طب يا دكتور معاك سيجاره؟ عند ام عمر. ام عمر انت هترتاح لي يا دكتور؟ عند ام عمر اللي في الكشك، استنى لما تيجي اروح لها وقت تجيك. طيب انا ما اعرفش ام عمر ولا حد، مش عايز سجاير. طب استنى هي جايه دلوقتي، استنى وارتاح لغايه ما تيجي. كويس يا جت. ام عمر مساء الفل والجمال على ابدع دكتور في وزاره الصحه كلها. ازيك يا استاذ؟ اهلا. ما تاخذنيش يا اخويا، تاخرت عليك، اصل العيال مجننني مجننني يا اخويا، خلوني بمشي وانا صاحيه. مش عارفه يا اخويا اقول لك ايه. والواد الكبير يا لهوي يا اخويا على الواد الكبير، سابني وخلع وخد اخته معاه. قال ايه يا اخويا؟ راحوا يدوروا على شغل. قلت له يا واد يا مبوس، يا واد يا مبوس اقعد اقعد ساعدني في الكشك. وعدوينك يا اخويا، عدوينك كل ما اجيب له سيره الكشك يركبوا بيت عفريت. تقولش مخبيه له الهمس عيد جوه؟ معلش، المهم جبت الحاجه ولا لا؟ طبعا طبعا يا اخويا. وانا اقدر انزل؟ ادي البن. ادي البن يا اخويا، وادي السجاير. معلش بقى نسيت السكر. ها تحب اعمل لك قهوه انت؟ لا 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 شكرا. اتفضلي انت دلوقتي، حط الحاجه في المطبخ ولما يجي الميعاد ان شاء الله اقول لك. ليه بس يا اخويا؟ ده انا بعمل قهوه جميله. الله يتصل بيك ان شاء الله يا ماما. اتفضلي. هجيلك امتى بقى يا دكتور؟ ده اول ما ترجع هيكون معادي انا. فكري انت زودها قوي، انا مش هقدر اطبطب عليك طول الوقت. ده ايه يا اخويا؟ ده ايه؟ دي هي نص ساعة بس، انت فاكر نفسك حاجز في دريم بارك، انت مش شايف احنا فين؟ يا ستي ماشي بس بعد الساعة 5. فكري انا بحذرك، انت مش هتحدد مواعيدي. انا ليه عندك جلسة؟ وانا معتذر على الجلسة دي. طيب وال 15 جنيه؟ مش عايزهم يا سيدي، اتفضل بقى. يا دكتور ايوه بس انا تعبان. يا كبدي يا اخويا، سلامتك. ما تريحوا يا دكتور، ما تريحوا، الهي ربنا يريحنا منك. يا ستي انا مش عايز شفقة من حد، اسكتي بقى. اه بهدى يا فكري، خد علبة السجاير دي. اتفضل. تمام؟ لا انا هاخد سيجارة واحدة بس. ليه؟ طب وانا هجيلك امتى بقى يا دكتور؟ طب هتصل بيك يا ام عمر في الميعاد ان شاء الله. اتفضل. ضروري والنبي يا اخويا وحرامة حبايبك. يا ام عمر انا بتصل بيك. مجنناني والهموم زادت عليا قوي، انت وعدتني ولازم تنفذ وعدك يا اخويا. بتصل بيك. اتفضل. يا لهوي ست رخايه قوي. يا دكتور انا هاجي بعد الساعه، هاجي الساعه 4 بالظبط. خد الاستر ده هريحك، الاستر ده هريحك. حاضر. انا اسف يا دكتور اني انفعلت عليك. خلاص بقى، خلاص بقى، عشان هاجي لك في الميعاد ان شاء الله. اتفضل دلوقتي. حاضر يا دكتور. الى اللقاء. بلوني
ويقولوا لي قال ايه بشغل صغيرة على الفاضي. اخر مرة رحت فيها العاهية اجبرتني اني افضل صاحي معاها طول الليل. مش مهم، المهم اني على سرير وتحت غطا دفيان. رغم انها كانت باردة، كانت بتأدي وظيفة، كانت حافظة جنس مش فاهمة. تاني يوم رحت البروفة وانا تعبان وما كنتش قادر اتحرك وشغلي كله حرج. المخرج ساعتها خصمني نص يوم. اول ما قبضت جريت عكرت اوضة وفضلت جعان. مش مهم، 15 جنيه، ما شمعان غير 15 جنيه، وانا تعبان ولازم اكل. اكل ولا اجيلك الجلسة؟ اصعب شيء يا دكتور انك تبقى عايز تتكلم مع حد، اي حد، حتى لو من بكره، وتختار ما بينه وبين الاكل. طب ليه ما قلتليش؟ وليه ما كانتش بجزء من الفلوس وانا كنت هقبل الباقي؟ مش عايز صدقه من حد يا دكتور. انا مش حد، انا دكتورك. انت مش ولي امري. ليه تفرض عليا وصيتك؟ وبعدين انا زهقت من الفول والطعميه. المطعم ده كان دايما بيستفزني لما قعدت عليه. ريحه الاكل المشوي والمحمر والمشمر دايما بتستفزني. دايما بيعرضوه في المحلات. دخلت من غير ما افكر هعمل ايه. ولما طلب مني الجرسون الحساب مني اكلت كل اللي نفسي فيه. طب ايه اللي خلاك تنتحر بعد كده؟ انا ما انتحرتش يا دكتور. كل اللي حصل اني ما لقيتش هد ممكن اعمل الجرسون، وكنت خلاص اكلت كل اللي نفسي فيه وما بقاش فاضل غير تنفيذ حكم الاعدام. غلط، ده ضعف. استعبدتك رغبتك في الاكل. مش مهم، المهم مين اللي ورطك؟ ما حدش ورطك. لا، اللي نده الاسعاف ورطني. ده انقذك. وحساب المطعم الدفع. ومين اللي دفع؟ انا اللي دفعته. وهباخد منك فلوس ان شاء الله لما تبقى. مش عايز منك حاجه، مش عايز منك اي حاجه. مش هيبقى معايا فلوس. هتشتغل ان شاء الله حاجه تانية وربنا يكرمك. انت ما قررش حاجه في حياتي، انا اللي قرر. دورت ولفيت وما لقيتش شغل، وما اعرفش اعمل حاجه غير اني امثل، وما اعرفش اضحك الجمهور عليا. انا بعمل مسرح بجد. لما تخرج من المستشفى ان شاء الله نتكلم سوا. اتفضل دلوقتي. طيب ميعاد الجلسه جايه امتى يا دكتور؟ ما انا كنت بعمل ايه دلوقتي؟ لا دي مش جلسه، انت كنت بتزورني. الجلسه بتبقى في العياده وانا اللي بروح لك. انا غلطان اني عبرتك. ميعاد اول جلسه بعد شهرين. طب وانا هخرج من هنا امتى يا دكتور؟ الدكتور قال لي هتخرج الليله دي. ازاي وانا ضاغط نفسي بسكينه؟ سكينه اكل تلمع يعني جرح سطحي. طب مش كتير شهرين على اول جلسه يا دكتور؟ مش مشكلتي. الجزء الثاني، مشهد واحد في عيادة الدكتور مدكور، وباهر ينتظر الدكتور. يا فار يا بني، كان ليه تاكلني؟ ها؟ ليه؟ وسيبني امشي وارجع لامسي. بصي لي هنا، اكتب كلام فيه الملام، واوصف حبيبتي واصحى وانام. سامعيني؟ اديها قلبي تحيي لي عمري، اكتبها فجري تولد لي املي. الله يا فار يا بني، كان ليه تاكلني؟ بضربه واحده هوب على ام راسي. رحت للقاضي قال لي مش فاضي، اياك تضيع وقتي على الفاضي. فروحت له تاني، شلني ورماني، عليت له حسي قطع لساني. يا فار يا بني، كان ليه تاكلني؟ في وسط الحاره لقيت حبيبتي يتجوزوها، اجروا الحقوها، يتجوزوها. على فكرة دي حبيبتي يا ناس، حشوها. دكتور مدكور، دي هي حبيبتي. باهر مالك؟ مالي؟ خطفوا حبيبتي وقطعوا لساني وضربوني على ام راسي؟ فقدت الوعي يا دكتور. انت عارف انا ايه دلوقتي؟ كتكوت، كتكوت وبيلقط الحبل. وانت يا دكتور ديك رومي منفوخ
وكبير وكل نفسه فيه. اوعى حاسب هتدوسني. لا انا كنت قطعة بس من فراز. انا محدش يعرف يدوسني. انت فاكر يا دكتور يوم 15 يوليو اللي فات من 10 سنين لما الاستاذ عزت الشربيني كان رئيس مجلس المدينه؟ من 10 سنين يا باهر. مش فاكر. ها امال الدكتور ايه بس؟ 15 يوليو اللي فات ده معايا انت كان الاحتفال بعيد البوليس، وساعتها انا قلت قصيده مجلت فيها دور البوليس امسك البتاع بتاعك ده، وطلبت منهم ان هم ينفذوا القانون بس. بس من غير قهر ولا استعراض للسلطه، لان اي مدينه من غير قانون بتبقى فوضى يا جدعان. والله بتبقى فوضى. اتهموني اني بسيب بوليس المدينه وبقول عليهم ان هم بيستعرضوا سلطتهم على المواطنين. ما فهمونيش. مجتمع حقير وانت كمان حقير. نعم. انت ازاي مش فاكر يوم 15 يوليو اللي فات؟ باهر انت لازم تهدى وتنسى المواقف المؤلمه دي. اه طيب اسمع يا عم الدكتور، انا جاي لك عشان تشوفني زي ما طلبت مني. هتقولي بقى مستشفى؟ مش مستشفى. انا مش عايز دوشه بقى. فوق فيها السنين اللي فاتت. مشهد 2 شارع المحطة. كل المشاوير وكل المواصلات والناس والحوادث شبه بعض تمام في اي مكان واي زمان. شبريين سجاير افشاط وبنت اقدام جاف ورصاص وكلها للي محتاج لها بتأدي الغرض وبيضيع وقت لحد ما يلاقي القطر. جبنا زيتون وحلاوة بسطرمة وعجبين ومدور. خدت سمك مجفف ومعلم علب اشكال والوان الابيض والاحمر والاسود والاخضر. تشكيل فنان مش واحد بالالوان وحافظ كل الالوان والاوزان حسب الزبون. في صابون وفي دهون ومحدد بقاله الغاز مرصوص على الرفوف واللي عايز يبص ويشوف. كل واحد حر في تنفيذ رغباته، والرغبة قهر، والمقهور القوي هو الحر في تنفيذ رغباته. البيع انواع والوان واشكال، والجعان بياكل على قد فلوس. اقرا الحادثه، اقرا الحادثه، تفاصيل جديده عن الدكتور مدفور، اقرا الخبر. ماشي يا عم الجرنان. مشهد 3 عياده دكتور مدفور. ها عامل ايه دلوقتي؟ كويس. لا تعبان. انا عايز اشوف لي حل في التران. انت ما تاخدش العلاج ليه؟ كلهم تران. انا مش هاخد علاج تاني. العلاج بينشف لي ريقي وبيكسر لي كيس. بينشف لي ريقي وبيكسر لي جسمي وبيزغلل لي عيني. وانا عايز اكون فايق. انا لازم اكون فايق. الهلاوس راجع تاني عشان بطلت العلاج. برضه هلاوس. انت مش عايز تصدق ليه انها حقيقه. طيب بص، مش هما اللي خطفوا خطيبتي؟ مش هما اللي سطروا كل كتاباتي؟ محدش خطف منك خطيبتك. وبالنسبه لكتاباتك انت اللي اخترت قضيتك ومعرفتش تدافع عنها. القهر يا جدعان، القهر. جربت تكون مقهور؟ لا
تعمل حاجه غصب عنك. لا امال بتتكلم ايه؟ لا لاني مؤمن باللي بعمله وبدافع عنه بكل قوتي. انما انت اول ما طلبوا منك تكتب خطاب لرئيس مجلس المدينه مقابل منصب اتخليت عن كل مبادئك. ولو ما عملتش كده كان عايزينه وشطبت على اللي انت عايزه. هيفضل عقلي رددها طول ما انت بتتكلم. انا لو ما عملتش كده كان هيسجنوني. اديك عملت اللي انت مش عايزه وبرضه سجنوك. لا يا دكتور، يا دكتور سجنوني عشان قلت لهم هتجوز راجل انت ساعد من حزب اليسار مش هسيبها. قالوا لي احنا يعني فيك. انا اعتقلك. انا برضه ما خفتش وما سبتهاش. فجأة لقيتني متراقب من كل مكان اروحه. كل مكان اروحه الاقيهم مراقبيني. دول بيجوا بالليل، بيجوا بالليل ويعملوا لي عمليات زرع دقيقة لأجهزة التصنع في جسمي. حتى بص يا دكتور، ادي عملية اهي من اللي هم عملوها لي. هي دي عملية باهي؟ دي يا ابني قرصة ناموسة وانت هرشها. ايه؟ انت بتكدبني بقى؟ حتى انت جندوك خلاص؟ حتى انت انضميت ليهم؟ مين دول؟ انت يا ابني محدش بيفتكرك لانك مجنون بتخرب. يعني انا مش كاتب؟ لا انا كاتب. ولما كتبت عن الازمه اللي هتجتاح الدول العظمى وبلاد امريكا ما كنتش كاتب؟ كنت من 25 سنه صحفي في الجريده الرسميه. 25 سنه. 25 سنة. أيوة صاروخ. أنت عايز تعتقلني وتحجر على حريتي وتقول مجنون ودخل المصحة صح؟ راجيا مش كانت خطيبتك؟ كانت اسمها رجاء وكانت زميلتك في الشغل وكانت من الطبقة المتوسطة. غيروا الحقائق. وهي اللي سابتك لما غيرت مبادئك وكتبت بقلمك عن لسان رئيس البلدية السابق. يا دكتور غيروا في الحقائق. اسمعني. اسمها رجاء يا دكتور. أبوها هو اللي غير اسمها علشان كنت خايف عليها. أنت لازم تاخد العلاج دلوقتي. ولازم تخش المستشفى. أيوة زهروبان. عايز تعتقلني تاني. وتهجر على حريتي تاني. لا ولا هتحتقرني ولا هتهجر على حريتي. باهر انت تعبان ولازم تروح المستشفى. لكن انت حر تروح ما تروحش، بس اهم حاجه تاخد العلاج والحقنه بتاع كل اسبوعين. لا برضه لا، مش هاخد علاج ولا هخش المستشفى. انا هعرف اعلمك الادب كويس، وقبل ما تسلمني ليهم انا هعرف شغل معاك. الولد ده خطر جدا وبحالته دي ممكن يرتكب جريمة قتل فعلا. الو وماما تقدر تيجي دلوقتي؟ لا ما تروحلوش حتى لو بيطلع في الروح. تعالي بسرعة. خلاص خدوا على القهر ست جماعية جوزها مشغلها بياعة في كشك وحرمها حتى من حق التعبير عن الألم، وهي مش قادرة تاخد قرار انها تبعد عنه. مش فاهم ايه الناس دي. ادخل. مين؟ ايه؟ جاي توريني الحرية؟ انا عايزة الملف بتاعي من عندك. ملف ايه؟ العلاج. لا ده ملك انا، لكن لو حبيت ملخص عنه عدي عليا كمان اسبوعين اكون جهزتهولي. انا مش عايزة اسيب عندك حاجة تتعلق بيها. وهي كل متعلقاتك الملف الطبي وبس؟ بس اي حاجه تانيه ما تخصنيش، لانك انت اللي شاريها على ذوقك. مش كده؟ ايه هو اللي مش كده؟ حريه. انا حر في مفهومي للحريه. شكلك عندك مواعيد ولازم تستقبل اللي على الباب. افتكر ان دي اوسط حرياتي ولا ايه؟ ادخل. ام عمر تهتدي معاك غامق. اهلا يا ماما. ليه؟ كان كل امل ان اشوفه. كان نفسي اسمع عن فاسه قبل ما يموت. كان نفسي اسمع منه كلمه سامحتك. كان نفسي اشوفه واضمه لصدري
عن حريتك. حريتي؟ موت يعني أهري عليه بقية عمري. ليه تحزن عليه بقية عمرك؟ ليه؟ عشان بحبه. عارف يعني ايه حب؟ يعني قهر يعني أسر يعني كبت. وهو كان عامل لي كبت بكل المعاني. أيوة بس صدره كان بيعوضني عن كل ده وهو بيضمني. لبست ايده وهو بيطبطب عليا كنت بطمن. كنت بطمن لما بسمع صوته القوي في لحظات ضعفي وانكساري. حتى وهو بيضربني لما تحبي تمارسي حريتك ضده. ايوه بس كان عنده سبب لاي حاجه بيمنعني عنها. انت ما كنتش بتعمل ده معايا. عمري ما ضربت حد. مش ضروري الضرب الفعلي. انتوا بتتكلموا في ايه وسايبيني؟ وانتي عايزه ايه؟ انتي اللي سبتي جوزك. انتي اللي عايزه كده. لا مش انا. الدكتور مدكور لما كشف عليا قال ان عندك هستيريا تحوليه. وده يعني ايه يا دكتور؟ يعني عندك رغبات وكبتاها. مش ده اللي حصل يا دكتور؟ ايوه انت فعلا كنت جايالي وعندك نوبات تشنج هستيري. وده لان جوزك بقاله 3 سنين ما بيعملش معاكي اللي المفروض يعمله عشان ما تخلفوش. وده ايه علاقته ده؟ تشنج معناها انها بتكمل ان هو ما بيكملوش ويحصل حمل ومخاض. ولما انا عالجتها راح العرض. مش حصل؟ حصل بس على حساب بيتي وحياتي. بالعلاج. وجوزي اللي هجرته. حصل بالعلاج. انا مش مصلح اجتماعي. انا طبيب. ثم ان جوزك مات خلاص. مش قضيتي بقى. قضيتي ان عالجك من شوية الاكتئاب التفاعلي اللي هيظهروا عليكي بعد موته. دلوقتي مبقتش قضيتك؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ مش انت اللي قلتلي ما تروحيلوش حتى لو بيطلع في الروح؟ مش انت اللي قلت لي اني لازم امارس حريتي؟ امارس حريتي ازاي؟ امارس حريتي ازاي وانت منعتني من اني اشوف جوزي لاخر مره؟ لا نصيب يا ماما. لا ده مش نصيب. ده اسمه جحود. بسبب حلم اتعلقت بيه معايا. حلم اني اقدر ارجع جوزي زي ما انا عايزه. حلم اني اقدر اعمل اي حاجه. وفي الوقت اللي انا حدده. زيك. ايوه زيك. لاني بعمل الصح وانا اللي بعلمكم فلازم اعلمكم الصح. وانت كده علمتها صح؟ الحاجه الوحيده اللي انت علمتها لي صح هي الحريه. وانا حره. انا حره اني ارفض علاجك ليا بالاسلوب ده. وحره كمان اني اخد حقي منك انك حرمتني اني اشوف جوزي. خليك فاكر انا هاخد حقي منك. معالج؟ انت راجل طيب؟ مفروض انك راجل طيب؟ لكن بعد التعامل معاك بيتضح العكس. عكس ما الناس متوقعة. عكس ما الناس عايزة. انا بقول كل اللي حاسس بيه وشايفه وعايز اقوله ما بزوقش الكلام. يعني ممكن اكون ممكن لو قابلت واحدة ست اقول لها انت عينيكي ضيقة او شعرك اقط. لكن لما بتعجبني واحدة ست بقول لها عن كل شعوري بمنتهى الوضوح. من فضلك انا عايزة ملف. ادخل. فكري يا تاتي معطى بخالق. اهلا. ازاي جرحى فكور؟ احسن منك يا مدكور. لا مؤاخذة بالقافية حكم. ولا يهمك. جيت عشان عشان في سؤال بيلح عليا جيت اسألهولك. تسمح يا دكتور؟ بس ملوش دعوة بالعلاج. اطمن. انا قررت اوفر ال 15 جنيه. ما دام بعيدة عن الشغل اسمع. احنا اللي بنختار كل حاجة. صح؟ طبعا لاننا احرار. اتوجدنا في الوجود ده احرار والكون كله مجبور لحريتنا. انا بقى مش عايز اموت. اخترت ان اموت وفشلت. انت عايز تموت يا دكتور؟ هو ده فكر القرص ده. لا مش عايز منك حاجه. لا ليه هيريحك؟ لا انت مش عايز تموت. انت حر بس انت ما تقدرش تختار الخروج. انا سلاميه معاكي 100 جنيه سلف. عايزهم دلوقتي؟ ايوه يستحسن. وانا بقى هتصرف في باقي الفلوس. هاخدهم مني يا فندم. مش عايز منك حاجه. ورغم كده هقول لك ليه. اصل شفت مسدس ثمنه 110 و5 جنيه مواصلات لحد شارع السوق وهرجع تاني شارع المحطة. سلام يا دكتور. ايه لازم
لازم يتحجز في المستشفى. انا ما بسخرش من مرضه. امال ايه سبب ضحكك؟ اصل انا لسه شاريه المسدس اللي هو رايح يشتريه قبل ما ينزل. على فكره انا بمنتهى الحريه مش عايزه الملف بتاعي. ايه اللي حصل؟ معقول؟ سؤال فكري ده معناه ايه؟ صوت فكري. انت مش عايز تموت، انت حر، بس انت ما تقدرش تختار الخروج. انا عمري ما سألت نفسي السؤال ده، وعمري ما مشهد أربعة، غرفة الاستقبال في شقة مدكور. فكري ممكن يقتلني؟ بس هو معهوش تمن المسدس ومش هيلاقي حد يسلم الفلوس. بس لميان معاه مسدس. لا لا لا، لميان ما عندهاش الجرأة انها تهاجمني هنا لوحدنا. باهر؟ ايوه باهر. لا 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 لا، باهر في حالة ما تسمحلوش انه، لا ممكن. ايه؟ انا عمري ما فكرت في الموت. ام عمر ولا حتى ام عمر. لا 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 لا، انا لازم اغير الجو ده. انا مش مؤمن باللي بعمله. انا هخرج اتمشى شويه في شارع. مشهد خمسه، فكري يتحدث مع نفسه. خدت السلسة طلقات مع اني مش محتاج غير طلقة واحدة بس، وبعدها مش هقدر اشيل المسدس تاني لاني هكون موت. وايه اللي عرفني اني هكون موت؟ ما هي كانت الطلقة ما تجيش في المسدس في مكانها بالظبط. ايه هفشل تاني؟ حتى الموت مش هقدر انجح فيه. انت حر، انت ليه بتحب القهر؟ لا انا مش بحب القهر، لكن ما بعرفش اتحرك. طب قول لي ازاي اختار الموت وهو صعب؟ الموت صعب يا دكتور. انت فكرت في اختيار الموت؟ انت فكرت في اختيار الموت يا دكتور؟ بلاش، كنت حر في انك جيت الحياه، حر في انك تعيش على طول. رد يا دكتور، جاوب. انت فاكر ان سؤالك ده هيخوفني؟ لا، انا حر في ان اعيش زي ما انا عايز. انت قلت لي في اول زياره سلمني نفسك وهخليك تعيش حر، واتمنت عليك. سلمتك كل احبابي ومراتي، سحبتني وسط المحيط. انا مش مسؤول عن اي حد غيري في الكون ده، ولا احب اي حد او اي شيء يعوق حريتي حتى لو علبه سجاير. الحريه موجوده في الكون، وعلى كل واحد انه يختارها بنفسه لنفسه. فعلا انا عرفت ايه هي الحريه وفهمت معناها منك، لكن مش كل اللي عايزه بقدر اختاره. في اسئله جبريه لازم احلها غصب عني، حاجه مفروضه عليا وانا رافضها اصلا. كان بيقلقني، كنت بجيلك تريحني من القلق، وكنت بتدفعني للعقل بجنون، تقولي اني هكره حبك ليها لانه ضعف، والضعف قهر. ازاي اختار قهر وانا مش حر؟ تقولي انا معرفش. عليك تختار ازاي؟ ازاي؟ تعبت، فقدت قدرتي على الاختيار، مبقاش قدامي دلوقتي غير اني امحيك من حياتي كاني ما قابلتكش، وعيش زي ما كنت، اعمل كل اللي بعمله، احب واضعف واتعذب وانا قاضي. اذا اختار الانسان بين فعلين او قولين فهو حر، وما دمت شعرت بالكراهيه يبقى عرفت الحب واخترته بينهم بمنتهى حريتك. ده اللي انا عايش بيه، يمكن بقوله بصوره واضحه لدرجة الإزعاج، وده بالنسبة لهم طبعا. إنما أنا مش مضطر لرفاق أي حد، أنا بعبر عن اللي أنا شايفه تمام. إيه هي الحرية؟ لم يهد أدادي مات بخير. هو حواسي ياما ضيعنا في ليالي. انا مش عايزه، انا مالي؟ ما دمت مش حاسه بالقهر ابقى حره. انا عايزاك تجاوبي على سؤال، ايه هو الحب؟ عمري ما عرفت القهر الا من الحاحه في تعريفي معنى الحريه.
ولكن منتهى القهر. لما نويت انساك وانسى اني قابلتك، لقيت حبيبتي ضاعت مني، راحت لواحد تاني. رأيه ان قهر الحب هو احلى حرية. هي قالت كده. انا لازم يكون عندي هدف تاني عوضني عن الحب اللي ضاع. الحب اللي ضاع مني، حتى عيالي هجروني بسببك يا دكتور. افتكروا فيا السوء، او على الاقل افتكروا اني كرهت ابوه. وانت عارف انا ياما اشتكيت لك وقلت لك اني مش قادره اكرهه. قلت لي حبيه بس من غير قهر، علميه ما يكهرش رغباتك. بس انا ست تقول لي استعيدي عنه. بايه يا دكتور؟ بيك علمتني ازاي اكون انا واحنا مع بعض، اطفي رغباتي بايدي، وبالشكل ده مش هكون مقهوره ليه. وياما حاول يرجعلي، وكنت اجي استشيرك تقولي لا، طول ما انت راجعه له وانت مقهوره، لا ما ترجعيش. وضاع الحب ومعاه العيال، وبقيت مرغمه على احتمال القهر، وحيده حزينه. ولا اعمل فيك ايه يا دكتور؟ ولا اعمل فيك ايه؟ ولا اعمل ايه في نفسي؟ افكر واختار زي ما انت علمتني؟ اختار ابقى حره؟ ايوه انا لازم اختار، ولاول مره هختار. انا خلاص اتحررت من القهر واخترت ابقى حره، وزي ما وعدتك الدهر هوريك حريتي. هقتلك يا مذكور، هقتلك لانك من اعوانهم، اعوان قتله الحريه. هقتلك وهقتلهم كلهم. مشهد ستة. كلهم مرضى. وانا كمان مريض. بس انا متماسك. انا معروف لكل الناس اني ساوي. وكل الناس اللي في البيت. لان بدافع عن قهرهم وضعفهم. وهو كل الناس بتضحك معايا. مساء الخير يا ابو زيد. مساء ولا صباح؟ مساء الفل يا دكتور. اخبار مجانينك ايه؟ بس واحد بعد. شخص ما اطلق النار على دكتور مذكور. شارع المحطة في مدينة شين. يخرج المسافر من المحطة. يتجه إلى بائع الخرجوات. هو القطر اللي بيروح مدينة تيه مربوط بيجي زمانه جاي. ايه اخبار الحادثه بتاعت الدكتور مذكور؟ دكتور مذكور بتاع مدينه لام الف؟ لا بتاع مدينتنا، مدينه شين. عولمه بقى. ايه لو سمعنا؟ وقد اصفرت نتائج التحقيق وسماع اقوال المتهمين عن عدم تحديد القاتل رغم وجود الدافع لدى كل المتهمين. يعني لسه ما عرفوش القاتل لحد دلوقتي؟ نفس تفاصيل قضية مدينتنا، ته مربوطة، وكمان مدينة لام ألف. القضايا في كل المدن واحدة، قاتل ومقتول، ومتهمين عندهم الدافع، وشهود ما يعرفوش أي حاجة، وشرطة تحقق مع أي حد تشتبه فيه. اقرا الخبر، تفاصيل الحادثة. كسر فجامات، باغ الرميس، خردات. الحاجة أجيب أنا بقى حاجة كلها قبل ما القطر. فخم أول محل التعب ده من زور. أنت من سكان شارع المحطة ولا من سكان شارع مجلس المدينة؟ لا أنا من سكان شارع مجلس المدينة، بس مش عارف مدينتكم. أنا من مدينة تيه مربوطة. غريب يعني. كل الناس اللي في المدن أغراب. اتفضل. طبعاً محلك ده زي أي محل بقالة، فيه كل أنواع البقالة. طبعا البلع انواع والله كتير، وكلها في محل واحد. طب ممكن بقى تعمل لي اي سندوتش كده على ذوقك؟ لان انا بختار الاختيار. بس كده سندوتش هيزيد الضعف. ليه؟ ما انا هختار لك واحتار لك. موافق، حتى كده اريح.
على رأي المثل بقرشك وفر حتة. خد يا عم. اتفضل يا عم. كل التفاصيل عندي هنا. ونفس التفاصيل عندي. عندك شقتي. انت مسافر؟ كنت مسافر. هو هسافر. شقتي. تقدر تدخل معايا. تاكل وتستمتع لحد ما تاكل سندوتشاتك واحكي لك على اخبار الحبس. كل ستات المدن شبه بعض. هتقولي. انما العاهلات في كل المدن بيعرفوا يستغلوا الاخبار في ترويج بضاعتهم. بقول لك الفضول في اي مكان واحد بس بتختلف طريقه اشباعه. في عندكم حركه غريبه، الحدس شغله كل الناس، حتى السندوتشات بتتباع في ورا الجرايد. الحادثه زي عندنا كمان. كانه سيناريو واحد. القطر بقى اللي رايح بديل التير مربوط بيجي امتى؟ يا دوب انا بحكي لك تفاصيل الحادثه وتاخد الدرس. والدش بكام؟ مش هنختلف. يدخل مفتش الشرطة يستجوب كل من يرتدي براطي دم. انت اشتريت البرد ده من سنة تقريبا. كنت فين ساعة قتل الدكتور مفقود؟ معاك دليل مادي؟ دليل مادي ازاي بس يا سيادتك؟ اي حاجة تثبت انك كنت في بيتكم ساعتها؟ البواب يشهد. هاتي دليلك. ما عنديش اي ادلة دلوقتي. البلطو بتاعك ده شيك قوي. ايوه اصل انا لسه شاريه النهارده. ما كانش عندك بلطو قبل كده؟ لا كان عندي طبعا. البلطو بتاعك كان لونه ايه؟ مش فاكرة. اصلي اتبرعت بيه لمعونة الشتا في الصيف اللي فات. يعني عايزه تقنعيني انك مش فاكره لون البلطو بتاعك؟ مش فاكره. هو كان لونه كحلي اسود غامق يعني. هو المهم انه كان غامق. تقدر تثبت انك يوم قتل الدكتور مذكور ما كانش عندك البلطو ده؟ هجيب الاثبات ده ازاي سيادتك؟ والبلطو عندك بقاله قد ايه؟ ده بقاله مش فاكره بالظبط. يعني عايزه تقنعيني انك مش فاكره البلطو ده بقاله عندي قد ايه؟ معرفش. عارف الدكتور مذكور اتقتل امتى؟ معرفش. قلت لك معرفش. وانتم عارفين الدكتور مذكور اتقتل امتى؟ وانت؟ لا انا معرفش الدكتور مذكور اتقتل امتى. كذاب. انا لسه قايله. نعم يا اختي، يعني تفتكر ان انا كنت ساعتها في حاله تسمح ان اخد بالي من قتل تاريخ الدكتور مذكور؟ امال كنت في حاله تسمح بايه؟ في حاله يعني اصلي كنت باخد دش. على كل حال هو اتقتل من اسبوعين. عال انا لسه واصل مدينتكم النهارده. اصلي كنت رايح مدينه ته مربوطه ونمت وانا في القطر، ولما صحيت بصيت من الشباك افتكرت اني وصلت مدينتنا. قمت نزلت وعلى ما عرفت انها مدينه شين كان القطر طلع اصلها شبهها بالظبط. معاك دليل مادي؟ انا قطعت تذكره من غيظي بس مسجود ساعه دخولي مدينتكم في الدفاتر. تقدر سيادتك تتاكد منها بنفسك. محجوزين لحد ما نتاكد. يدخل مدير الشرطة مرتدي معطف غامق. ايه اخبار التحقيقات؟ كل غرف الحجز اتملت يا فندم. كلهم ما عرفوش يثبتوا هما كانوا فين ساعة الحادث. الشغل كتير وعدد الافراد قليل، لكن حوالي 90% من اللي اتقبض عليهم بنتأكد ان هما غير متهمين. والباقي بتعملوا فيهم ايه؟ بنفضل نعيد الحصر.
والنتيجة 90% منهم بنتأكد انهم براء. تليفوني ما سكتش لحظة، كلها بلغات عن مشابه فيهم. لازم نعمل حاجة، شكلنا بقى وحش قوي قدام الرأي العام. صحف المعارضة بتشهر بينا، بيقولوا ان الجهاز المنوط بحماية حرية الفرد محتاج قضية قلب. الو ايوه قول بلاء. يا انت متأكد؟ طيب حضرة المفتش، البلطو بتاعك ده عندك من امتى؟ كل شتا الجهاز بيسلم لنا البلطو ده يا فندم. يعني مستلمه بقالك شهر؟ حضرة المفتش جاني بلاغ حالا بيقول انك على اتصال بالدكتور مدكور. طبيعي يا فندم، الدكتور مدكور راجل سياسة وطبيب نفسي وجارنا في الشارع. حضرة المفتش انت متهم بقتل الدكتور مدكور، امسكوه. تقدر تثبت حالا بالدليل المادي؟ كنت مع سعادتك في اجتماع لوضع الدوريات يا فندم. هات دليلك المادي حالا. مظبوط في دفتر الاجتماعات عند سيادتك يا فندم. امسكوه لحد ما نتأكد. Five minutes, please.